السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة إخفاء التطبيقات بطريقة جديدة ورائعة للغاية، حيث سنتمكن في هذه الحلقة من إنشاء مجلدات وأيقونات فارغة ليس لها أي شيء، ليس لها خلفية، كذلك أيضا يوجد لها اسم، بحيث عندما تكون في الشاشة الرئيسية لن تعتقد بأنه يوجد هنالك مجلد أو أيقونة أبدا. وبداخل هذا المجلد المخفي الذي لا يراه أحد يوجد مجموعة كبيرة من التطبيقات والصفحات، حيث تضع أيقونة فارغة بداخل ذلك المجلد، في كل صفحة أيقونة فارغة أيقونة فارغة، وفي النهاية أبدا ستجد التطبيقات أو التطبيق الذي أنت قمت بإخفائه، سواء كان تطبيق الصور، الكاميرا، الفيسبوك، أي تطبيق آخر تضعه في تلك المنطقة. وعند خروج إلى الشاشة الرئيسية وتتصفح الهاتف بشكل عادي، يعني تمر بين هذه الشاشة وهذه الشاشة، لن تعتقد بأن في تلك المنطقة يوجد مجلد، ولكن إذا ضغطت ستدخل إليه. طريقة رائعة للغاية مشاهدي الكريم، إذا لم تفهم كيفية عملها وسنمر الآن إلى الشرح ستراها بعينك وسترى كيفية القيام بها. لا تزال كثيرا وابقوا معي، نمر إلى الشرح مباشرة. إذا لاحظ معي مشاهدي الكريم، أستعمل هاتفي بشكل عادي جدا، لا يظهر به أي مشاكل أو أي شيء مخفي قد يظهر أمامك في حال كنت شخص غريب وتستعمل، فكما ترى أمامك لا يوجد أي شيء، سيعتقد بأنه مخفي كما ترى أمامك. ولكن لاحظ معي مشاهدي الكريم وركز معي في هذه الصفحة بالذات، عندما تنظر إليها لأول مرة هكذا لن تعتقد بأنه يوجد بها مجلد مخفي، تطبيق مخفي أو أي شيء من ذلك القبيل، يوجد بها فقط 3 تطبيقات. ولكن ركز معي هكذا في هذه الجهة بالذات من الأعلى، عندما أضغط هكذا يوجد حافظة، لاحظ معي لن تظهر وأنت تستعمل الهاتف، يعني مخفية تماما، يمكنك وضعها في أي منطقة تريدها، ولكن عندما أضغط هكذا يوجد حافظة، حافظة فارغة كما ترى أمامك، لا يوجد بها أي شيء، أيضا حافظة فارغة، صفحة فارغة أخرى، وأيضا صفحة فارغة، يمكنك وضع عدد لا متناهي وعدد يعني كبير جدا من الصفحات الفارغة، وفي النهاية تجد التطبيق الذي أنت قمت بإخفائه، سواء كان تطبيق الصور مثل كما ترى أمامك هنا في هاتفي أو أي تطبيق آخر يمكنك إخفائه في هذه المنطقة. وعندما ترجع إلى الشاشة الرئيسية لا يوجد أي شيء أبدا. الخطوات بسيطة جدا وهي كالتالي: في البداية يجب عليك تنزيل خلفيتان، تختار خلفية منهما، إذا كنت تريد الخلفية البيضاء مثل هاتفي هنا سأوضعها لك أسفل الفيديو في الديسكريبشن، إذا كنت تريد أيضا يوجد خلفية رمادية ولكنها لم تتماشى مع هاتفي يمكنك تجربتها، يمكن أو ربما تتماشى معك أيضا سوف تجده أسفل الفيديو، يعني خلفية بيضاء أو رمادية. بعد تنزيل هذه الخلفية ستنتقل إلى الإعدادات، بعد انتقال إلى الإعدادات ستذهب إلى عام أو جنرال، الآن ستختار Accessibility، بعد ذلك ستنتقل إلى هذا الخيار وتقوم بتفعيل هذا الخيار في حال كنت اخترت الخلفية الرمادية وإلغائه في حال كنت اخترت الخلفية البيضاء، فإذا لم تقوم بإلغائه أو قمت بتفعيله في حال كنت اخترت الخلفية البيضاء مثل ما ترى أمامك يعني سيظهر المجلد هنا، ولكن أنصحك بإلغاء التفعيل هكذا لكي لا يظهر المجلد. بعد تنزيل الخلفية والقيام بهذه الخطوة من الإعدادات تقوم بتنزيل تطبيق آب آيكونز، هذا هو التطبيق، تقوم بتحميله من الأب ستور، تطبيق مجاني يؤدي الغرض. بعد تنزيل هذا التطبيق تقوم بالدخول إليه، الآن تضغط على Create Icon، Go to Link، Photo، Camera Roll، تختار الخلفية التي تريدها سواء كانت هذه الرمادية كما قلت لكم أو الخلفية البيضاء هذه، تقوم بتكبيرها هكذا و choose. الآن ستذهب هنا إلى type URL، تضغط فقط على space، بعد ذلك install مرة أخرى، ستنتقل بعد ذلك إلى متصفح سفاري، تفتح لك هذه الصفحة، تضغط على هذا الخيار add to home screen، هنا تقوم بكتابة أي شيء تريده، ولكن أنصحك بشدة بكتابة عنوان فارغ وغير مرئي، سوف تجد عبارة أو مستند نصي ويعني حروف بسيطة جدا في الديسكريبشن، قم بنسخها ولصقها هكذا، يعني نسخها سوف أضعها بين أقواس، قم بنسخ العبارة التي بين الأقواس ولصقها هنا فقط، بعد ذلك تضغط على Add. لاحظ معي مشاهدي الكريم ظهرت في هذه الجهة، لن تعتقد بأنه يوجد أيقونة ولكن تم إضافتها هنا، تقوم بسحبها إلى الصفحة التي تريدها، تقوم بوضعها هكذا كما ترى أمامك. الآن تقوم بأخذ التطبيق الذي تريد إخفائه، على سبيل المثال Display Recorder أو أي تطبيق آخر، نأخذ هذا التطبيق على سبيل المثال ونقوم بوضعه داخل الأيقونة أو على الأيقونة
المخفية والذات الخلفية البيضاء التي قمنا بإنشائها، وبعد ذلك تقوم بتعديل الاسم ولصق نفس الحروف التي قلت لك عليها هكذا وتضغط على دان. لاحظ معي مشاهدي الكريم، عندما أخرج هكذا يجب عليك طبعا وضعها في الصفحة الثانية، الأيقونة التي تريد إخفائها هكذا، ثم تضعها هكذا وتخرج حتى تختفي ولا تظهر أبدا. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم. رجاء إن أعجبك هذه الفكرة وهذه الطريقة شاركها مع أصدقائك، كذلك لا تنسى الضغط على زر لايك أسفل الفيديو. أيضا إذا لم تكن مشترك في قناة العالم الافتراضي إلى حد الآن، فأدعوك إلى الاشتراك فقط بالنقر على زر سبسكرايب واشتراك يظهر الآن أسفل الفيديو على من قم النقر عليه للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية في مجال الآي أو إس خصوصا، وفي بعض المرات أطرح العديد من المواضيع في مختلف المجالات التقنية الأخرى. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.